اليوم غنقترح عليكم عصير بالفواكه الحمراء واللي غادي نحتاجو فيه 250 غرام ديال الفخاز، غادي نحتاجو 150 غرام ديال حب الملوك، عصير حامضة مع عصير ديال الليمونة، 4 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيدة، وصاشي واحد من سكر الفاني. اذا نعيد مره اخرى، بالنسبه للمقادير هي سهله: عصير بالفواكه الحمراء غادي نحتاجو 250 غرام ديال الفخاز، 150 غرام ديال حب الملوك، عصير حامضة، عصير ليمونة، 4 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيدة، وصاشي واحد من السكر الفاني. بالنسبة للطريقة فهي سهلة، حنا غادي ناخدو الفواكه اللي عندنا. وهنا بالنسبة للفواكه الحمراء أنا عطيتكم الاقتراح ديال زوج بالنسبة للفخاز وحب الملوك، ولكن راه ممكن نديرو حتى أشياء أخرى، ممكن نجربو حتى بالباربة. الناس اللي كيبغوا مثلا عصير أو لا هكا شيوة باردة تكون بالباربة، ممكن كذلك نضيفوها، فكتعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف، غير هي الكمية ديال الفخاز كتكون غالبة على الباربة. فحنا غادي ناخدو الفواكه اللي عندنا، بطبيعة الحال كنحيدو النباتة ديالها، كنغسلوها مزيان وكنحيدو لها بعدا، كنقطعوها طريفات وكنديروها في الخلاط الكهربائي. كنضيفوا اول حاجه دوك 4 ديال المعالق كبار اللي عندنا ديال السكر سنيده، من بعد كنضيفوا داك الساشي ديال السكر الفاني، كنخويو داك العصير ديال الحامضه مع عصير ديال الليمونه وحده، وكنخلطوهم مزيان. كناخذوا الصفايه وكنصفيو هذا الخليط اللي عندنا، كيخصو يتصفى في الصفايه العاديه ديك الصغيره، وكناخذوا داك السائل اللي كيبقى عندنا كنديروه في زليفات اولا في كيسان صغار، وكندخلوه للثلاجه باش كنقدموا هاد الشيوه وهي بارده.